المباراة الآن بصافرة الحكم العراقي. كل التوفيق لعلي الصباح في أرضية الملعب ولي طاقمه المساعد وكذلك لحكم الفيديو أدهم المخادمة. تحياتي لكم مشاري القرني بانتظار الصافرة لهذا المساء ولهذه القمة العربية الكروية الكبيرة التي تجمع الزعيم السعودي والآسيوي الهلال مع الوداد. ضربة البداية، الكرة ستنفذ الآن من روبن نيفيز. البرتغالي يلعب الكرة موجودة بالراس والكرة خطيرة من كوليبالي. يعني هنالك لاعبين ممتازين جدا في الكرات الثابتة في الهلال. الكرة موجودة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية من علي البلاهي في اللقاءات الماضية سواء في الموسم الماضي أو حتى مع بداية هذا الموسم الذي لم يشارك فيه الشهراني، كان هنالك دوتو كبير بين سالم والشهراني. كرة موجودة، سالم الدوسري، ميلينكوفيتش أو الحمدان، قوية الكرة من عبد الله الحمدان إلى خارج أرضية الميدان. عبد الله الحمدان، المحاولة من سالم الدوسري، سالم يمشي كرة إلى ميشيل ديلكادو على اليسار، سالم يتقدم، قوية من الدوسري إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى لدى الحارس. الهلال يلعب بالطقم الثاني في مباراة هذا المساء. الكرة مستمرة أمامية بحثاً عن الحمدان. المحاولة تذهب وتعود من عبد الله الحمدان، يفتك الكرة وانطلاقة من الحمدان من اليسار، ممكن يمر، يحاول عبد الله، يعدي عبد الله والتمريرة، الكرة إلى ميشيل، خطيرة جدا، خطيرة جدا. يوسف المطيع يبعد هدف محقق لصالح الزعيم. شوف الضغط الموجود من عبد الله، المحاولة ثم بعد ذلك محاولة العرقلة في الكرة الماضية من جانب اللاعب أمين فرحان. الكرة مغربية على اليسار، إسماعيل مترجي ممكن يمر، يحاول الهجوم، يعدي من سعود، يا سلام جميلة، المحاولة خطيرة، إسماعيل والكرة تذهب من المعيوف. يا له من أداء رائع جدا يقدم من إسماعيل المترجي، ولكنه كان متسللا في الكرة الماضية. كان هنالك تسلل، شوف الكنترول، شوف المرور، شوف العبور بشكل جميل من سعود عبد الحميد، ولاحظ الكرة الماضية التي جاءت لسالم الدوسري. كرة هلالية ستلعب، شوف الشد والجذب الموجود بين البلاهي ومنتصر، كرة موجودة بالراس، خطيرة جدا، الله على الكرة. سافيتش ميلينكوفيتش كاد أن يسجل الهدف الأول. شوف الآن عبد الله المعيوف، شوف الكرة الماضية بالفعل من ميلينكوفيتش. سافيتش هذه الكرة الماضية بالراس كانت خطيرة جدا، موجودة إلى خالد كوليبالي، أمامية الكرة مستمرة الآن خطيرة لصالح الهلال، تصويبة قوية من سعود عبد الحميد، والكرة سهلة هذه المرة في الخلف لروبن نيفيز، نيفيز إلى محمد كنو، كنو بتغييرة طولية حلوة، حلوة الكرة، حلوة الكرة خطيرة، محاولة، ميلينكوفيتش جول، ميلينكوفيتش جول، سافيتش يسجل شديد. هذا الهلال شديد الباس، احذروا يا ناس، لقد عاد لكم الزعيم. الكرة في الجول من الصربي الكبير، كنت أتكلم قبل دقائق بأن قوته في الهجوم من الخلف، بأن قوته في التسجيل على طول في الجول. سافيتش جول، سافيتش يسجل، سافيتش يسعد في كل مكان. 1-0 للموج الأزرق. الفتاة الصغيرة تفرح وترفع شعار الهلال. الهلال يتقدم، الموج الأزرق يحضر في أبها. 1-0 إذن. الكرة الماضية من الكبير ميلينكوفيتش سافيتش. الهلال حتى وإن كان جريحا سيظهر لا محالة في المحالة. 1-0 إذن للهلال. الكرة تعود الآن من جديد، ترسل على اليمين وبالتالي إلى خارج أرضية الملعب وإلى الرمية الجانبية. كان هدفا طبيعيا قياسا بالأداء الذي شاهدناه في الشوط الأول بين الهلال والوداد في البطولة العربية، انتهى لصالح الوداد 3-1 في عام 89.
88 محاولة مستمرة. عبد الله الحمدان عبد الله يتقدم بالكعب جميلة ميلينكوفيتش سافيتش خطيرة جدا خطيرة جدا الكرة الماضية من سافيتش وبالتالي الكرة إلى وجود صافرة وخطأ إلى أرسن زولا. زولا يحاول زولا يمشي كرة ممتازة في خط النص تنقل الكرة في هذه الأثناء. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات اس اس سي في الوطن العربي أينما كنتم يطلق حكم لقاء صافرة معلنا عن نهاية زمن الشوط الأول. يتواجد في أرضية الميدان بالإضافة إلى سيف الدين بوهرة كرة تعود لا من جديد. نذكر السادة المشاهدين بتشكيلات واختيارات المدربين في هذا المساء في الشوط الثاني لحد الآن. سعود البليهي كوليبالي شهراني كانوني فيستافيتش ميشائيل سالم الحمدان هذه اختيارات في سوس. الكرة مستمرة موجودة هنالك خطأ لمصلحة سالم الدوسي خطأ موجود ونشوف الآن اللاعب أمين أبو الفتح اللي كان تسبب بالخطأ الماضي على سالم الدوسري كان التدخل قوي. شوف يعني بعض التدخلات معليش يعني يا أمين بصراحة التدخلات اللي مثل كذا ما لها داعي بصراحة يعني شوف التدخل اللي كان من أمين أبو الفتح في هذه النتيجة الهلال يتأهل إلا إذا كان هنالك كلام آخر للوداد قوية جدا قوية جدا الكرة الماضية. هو أسلوب الهلال في التعامل مع البطولات المباريات المحاولة تعود خطيرة جدا محاولة هذه فرصة خطيرة للوداد والكرة تمر ترجع الآن ودادية محاولة عرضية ولكن الكرة تتخلص. شوف الكرة الماضية زي ما قلت لكم بأن هدف التعادل للوداد حكم اللقاء أطلق الصافرة قبل أن يأتي الهدف. الهدف هدف التعادل الذي جاء من تسديده بدا وكان حكم المباراة علي الصباح أطلق الصافرة لأن هنالك لاعب واقع على أرضية الملعب سالم الدوسري كان واقع على أرضية الميدان. هل يحتسب الهدف؟ يا له من جول للوداد. شوف المحاولة من جديد شوف الكرة الماضية والتدخل اللي كان من التدخل كان موجود على سالم التدخل كان موجود ولكن القرار سيعود لحكم المباراة. يعني شوف أيوب العملود اللي كان له فرصة بأن يلعب الكرة باتجاه المعيوف ولكن فضل أن يلعب الكرة للاعب القادم من اليسار لكي ينفذ كرة عرضية ثم بعد ذلك أمين أبو الفتح الذي سدد كرة قوية جدا في شباك الهلال. هنالك خطأ بقرار حكم اللقاء في اتخاذ القرار النهائي والفاصل. ما هو القرار؟ سيعود إلى الفار سيعود علي الصباح إلى الفار لمتابعة الكرة الماضية بطاقة صفراء على البليهي. هد يا بليهي من علي الصباح ولا زال إلى حد الآن يفكر ويتابع الكرة في أكثر من زاوية. ما هو قرار علي الصباح؟ هذه الزاوية كذلك واضحة ولكن القرار الفاصل والنهائي إلى ماذا سيشير؟ الحكم علي الصباح سيشير إلى وجود خطأ. الهدف يلغى إذن على الوداد المغربي وبالتالي النتيجة تستمر 1-0 للهلال. ممتازة من علي البليهي التغطية الجميلة كانت من جانب علي تتخلص الكرة من الشهراني الشهراني يخسر كرته ترجع للوداد خطيرة خطيرة محاولة منتصر لجيب جول. الله جول 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 هدف التعادل للوداد وداد الأمة يسجل الآن ويسعد عشاق القلعة الحمراء و
1-1 بعد خطأ فادح من ياسر الشراني، خطأ فادح من الشراني. شوف الشراني اللي حاول التقدم، ثم بعد ذلك هدف جميل منتصر لتيمي، وكرة في البعيدة على طول على طول على طول، الكرة سكنت الشباك من زكريا دراوي. يا له من جول لمصلحة الوداد المغربي. إذن النتيجة 1-1، وبهذه النتيجة الوداد بالتعادل أو الفوز بشرط خسارة أهلي طرابلس من السد، هو الذي سيتأهل للدور القادم. انظر إلى المعيوف الغاضب في الكرة الماضية، وبالتالي زكريا دراوي اللي سجل أو لعب رقم 30 بالفعل. سيف الدين، سيف الدين، رمية جانبية، ياسر الشراني من جديد، سعود سافيتش حط الكرة للأمام، سعود عبد الحميد كنترول، سعود يحاول الهجوم، المحاولة، نيفز جول، الله الزعيم. وإن تأخر سيعود ولن يكون لأحد مفر، لن يكون لأحد مفر. روبن نيفز، روبن 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 نيفز يسجل ويستعيد ذكريات تياغو، يستعيد ذكريات رادوي، يستعيد ذكريات إدواردو. الكرة بالجول، الهلال يتقدم عن طريق نجمه البرتغالي الدولي روبن نيفز. يا سلام، لعبة معلمين، لعبة كبار، لعبة حريفة، لعبة لاعبين كبار بكل معنى الكلمة. روبن نيفز، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الجماهير الزرقاء تشتعل في المحالة، تشتعل في المحالة. بالعقل يا عمي بالعقل، هكذا هي احتفاليته دائما وابدا. الهلال بهذه النتيجة إلى الدور القادم، الهلال سيتأهل إلى الدور ربع النهائي إذا ما استمرت الأمور على حالها في تشكيلة وخارطة المدرب البرتغالي خيسوس. كرة مستمرة إلى سالم الدوسري، سالم يحاول، سالم يتقدم، يمشي كرة إلى سافيتش، سافيتش على اليسار، جميلة المحاولة، خطيرة العرضية تأتي وتصل، قوية يا الله على الكرة من روبن نيفيز. سيف الدين يستعد، يحاول، يلعب كرة أمامية خطيرة جدا، خطيرة جدا الكرة الماضية. هذا هو أيوب العملوت، حاول أيوب لكن هنالك الراية والتسلل، كان لاعب الوداد متسللين مع الكرة الماضية. شوف الكرة بالرأس، مستمرة الكرة للأمام بحثا عن ميشائيل، ينقل اتجاه الكرة، سافيتش حلوة إلى ميشا، حلوة إلى ميشا، ميشا يدخل داخل منطقة الجزاء، يعدي ميشائيل، خطيرة جدا من ميشائيل إلى خارج أرضية الملعب من البرازيلي. بتكون الأمور صعبة على أي حارس لأنه يمتلك ما شاء الله قدم قوية جدا. الكرة تعود، لمسة وتمريرة، محاولة، تصويبة قوية جدا إلى خارج أرضية الملعب من العملود. خيسوس سيعتمد الآن على تكثيف الدفاع مع نزول ناصر الدوسري، ربما سيشرك في وسط الميدان، سنشاهد. حمود حط الكرة لليمين، انطلاقة زكريا دراوي، زكريا يتقدم، يبحث عن كرة عرضية، بناجم خطير، بناجم، البلاهي خلص، تغطية وتدخل في التوقيت المناسب. الحمداني مشي كرة إلى ميشيل سريعة، لمسة وتمريرة البرازيلي، ميشيل يتقدم، يلعب كرة إلى سعود عبد الحميد من الناحية اليمنى، عرضية تصل، والكرة إلى ركلة ركنية ممتازة، ممتازة الكرة الماضية من سعود عبد الحميد، واحد من النجوم في هذا اللقاء. التصفيق الكبير للنجم الكبير روبن نيفيز الذي يترك أرضية الميدان لمصعب الجوير. نيفيز يغادر بعد أن سجل هدفاً جميلاً في شباك الوداد، والكل يتنبأ بمستقبل كبير لمصعب مع خيسوس بأن يحصل على الفرصة اللازمة. الكرة تعود الآن من ميشائيل، حكم اللقاء أشار إلى وجود صافرة وخطأ. لا لا لا،
نشوف الكرة الماضية. شوف حالة الغضب، هذه الكرة إعادة. لمسة اليد اللي كانت موجودة، ثم بعد ذلك ميشائيل. أوه 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 أوه، هدوا يا شباب، هدوا يا شباب. نشوف حارس المرمى، والشد القوي جدا بين اللاعبين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شحن كبير في أرضية الميدان بين لاعبي الفريقين. وبالسلامة إن شاء الله لي. نشوف، شوف الكرة الأولى اللي كانت لي ميشائيل بينه وبين سيف الدين بوهرة. شوف محمد كنو اللي في هذا الاشتباك القوي بينه وبين أمين أبو الفتح وحارس المرمى. بكل صراحة لا نأمل بأن نشاهد مثل هذه اللقطات، لكنها تحصل في عالم كرة القدم. الإنذار والبطاقة الصفراء على محمد كنو من جانب حكم اللقاء علي الصباح، لكن كم أضاف حكم المباراة. الكرة الأخيرة للوداد، المحاولة تصويبة إلى خارج أرضية الملعب، يبدو لي خلاص سيطلق الحكم علي الصباح الصافرة في هذه الأوقات. مشاهدينا الكرام، محاولة موجودة للأمام، خاطئة الكرة، تفتك لها سعود عبد الحميد. سعود، ضاعت الكرة من سعود، ضاعت الكرة من سعود. كان يريد سعود أن يتوج مجهوداته وأن يسجل الهدف الثالث وهدف الحسم. هذه اللقطة الأخيرة، الفرصة الأخيرة، الكرة موجودة ودادية، الأمور ستنتهي في هذا الأثناء. شوف كرة سعود عبد الحميد والملعب فاضي سعود، ولكن الكرة ضاعت من سعود. الهلال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية. مبروك للزعيم، مبروك للزعيم هذا الفوز والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان بعد تقدم السد القطري على أهلي طرابلس. انظر إلى الشلهوب مع سيد خيسوس والسعادة الكبيرة. الزعيم وإن تأخر سيعود، ولا بد له من عودة، وإن عاد لن يكون لأحد مفر. تحياتي لكم شاري القرني، سيداتي وسادتي، أحبائي في كل مكان، كنت معكم معلقا على هذه المباراة والقمة العربية الكبيرة.